ودخلنا كمان استوديو الصوت مع المهندس إيهاب أمين عشان نعرف تفاصيل مهمة عن تنفيذ صوت ودوبلاج المسلسل الجميل يحيى وكنوز. تعالوا نشوف بيتعمل إزاي مع زميلتي سارة سراج. احنا زي ما اتكلمنا في الاول ده انا جبت رو ماتيريال الحلقه مثلا الحلقات فنتكلم مثلا ان عندنا شخصيه مازن على فكره بالمناسبه ده بنت مش ولد. مازن بنت وده من ضمن الحاجات برضو اللي هي ان انت تطوعي صوت الشخصيه بناء على كواليتي بتاعت الصوت ان هو يقدر يديني صوت بنت صوت ولد لان في السن ده بيبقى الصوت متقارب شويه في السن. يعني مازن ده شخصيه ولد تختوخ كده وشقي وبيحب الاكل. فعملنا كاستنج كتير جدا كله ميس كاستنج مش 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 مناسب للشخصيه لغايه اما جت بنت ادتنا الاداء بتاع شخصيه مازن لو هتسمع الصوت دي محترفه جدا وبتجود وبتدي لك كواليتي في الشخصيه نفسها. يعني اتمنى الاقي مثلا حاجه بصوتها الطبيعي في وسط الماتيريال ده الرو ماتيريال اللي هو الخام الماده الخام. اتي مونتو ده احنا تاني بنت دي بنت خلاص بس لما تيجي تتكلم ده صاحب الجديد يا يحيى ده صاحب الجديد يا يحيى فهم زبيد خلاص فبنحاول بقى نخليها ايه تعمل ده صاحب الجديد يا يحيى فهم زبيد موسوعة سبيد فهم سبيد موسوعة أخطأ بقى تبقى ناتجة عن نطق الاسم الصوت هرب مثلا ممكن قلب على بنت فنقولها لا خليك على تراك ارجعي لتاني لصوت الشخصية. قصدك اني كنت منعزل ولوحدي في اي طريقة في تدخن الصوت سنة؟ بصي هو افضل حاجة دايما لما بتاخدي الماتيريال قريب للصوت لان برضو السيل احنا الدنيا اتطورت طبعا يعني التكنولوجيا اتطورت كتير جدا بس في نفس الوقت احنا بنحاول ناخد اقرب حاجه للي احنا عايزينها لان البلاجنز اللي بتبقى موجوده في البرامج ممكن بتغير ملامح الصوت شويه بتخليها فيك مش طبيعي لا ده مش صوت انسان ده حاجه متركبه فبنحاول نخليه يدي الاداء واحنا بنعدل من 5-7% مثلا الايفكت اللي يدينا لصوت التدخين موجود بس برضه في نفس الوقت بيبقى صوته يعني مصطنع ارتفيشال يعني ما بيبقاش طبيعي. طب في مين من الشخصيات الرئيسيه ممكن حضرتك تسمعنا كده؟ مثلا الولد يحيى معانا صوت يحيى يبقى انفلونسر بحاجه مفيده لنفسه والكل اللي في سننا. انا يا مازن لما بقيت يوتيوبر كان بمعلومات تاريخيه بقول يعني هنا الاول بيوجه الحاجتين بيوجه الكلام لشخصيه وبعد كده انت هتلاحظ ان التون اختلف انفلونسر بحاجه مفيده لنفسه والكل اللي في سننا خلاص بعد كده هو بقى بيتكلم عن نفسه الاول بعد كده هو بقى بينصح فلازم التون يهدي بحيث انه يبقى طبيعي احنا بنتعامل التون دايما لازم يبقى طبيعي مش كرتون بقى اللي هو دايما النصيحه تبقى لازم بتون طبيعي احنا بنتكلم المسلسل كله طبيعي. انا يا مازن لما بقيت يوتيوبر كان بمعلومات تاريخية بقولها إنما إيه بقى الفيديو اللي انت صورته ده نصيحة فبالتالي بيغير طول الأداء بتاعه بحيث إنه يبقى كنصيحة. طبعا بنختار التكات يعني انا هوريك هو ده الرو ماتيريال احنا سمعنا الأصوات منفصلة انا ممكن أخليها لك مثلا تبقى كده ده اللي بعد المونتاج فبحيث إني أوريك الصورة بتبقى شكلها يبقى عامل إزاي لما الشخصيات ترد على بعض. أوكي نعمل ده كده مثلا ونخلي دول ماي هارتي مع مازن. انت مين؟ ده صاحب الجديد يا يحيى فهم زبيد موسوعة في عالم السوشيال ميديا واكر. يا مازن انت من امتى بتفكر بالطريقة دي؟ انت ما كنتش كده وعمرك ما فكرت تبقى ترند او تيك توكر. قصدك اني كنت منعزل فلازم يبقى الايقاع رايح جاي كده يعني هنا مثلا الولد قال حاجه سوشيال ميديا بعد كده هيوطي على يهمسه هاكر اشتغل هاكر ما ده الاداء بقى ده الاداء فبيبقى التكات بنقول له لا كذا 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 ممكن يبقى الجمله قالها لي عاليه لا انا عايز احساس الهمس فبقول له لا اديني هاكر اعرف شويه وقولها لي كذا فالانستراكشن ده ما بين طبعا المخرج وانا بالنسبه لي بقى في المونتاج بلاقي مثلا ايه كذا تيك لا ده اقرب للتون انا برضو على فكره هنا لو هو نفس الشخص بيتكلم بنفس الطريقه بنفس الاداء ساعات الاثنين ما يركبوش مع بعض لازم اخد حاجه وسط بحيث ان انا لما اركب الاثنين يعني بالظبط يبقى الاثنين قريبين من بعض ما تحسيش بفصله من الحاجه فحس ان انت تسمعي لا ان فعلا ده طبيعي لما تشوفيه كانهم قدام بعض بيحاوروا بعض بالظبط شكرا لحضرتك الله يخليك.